أول مرة بدوق هالطعمة. هذا الطبق خاص بسليمان أفندي، مسميه طبق نابولي. أمي كتير كانت تحب هاي الأكلة، كان دايما تخليه يساوي. فعلا طبق مميز. ما سمعنا صوتك دموزيل لميس. لميس اسمك الحقيقي؟ لميس، أنا من تركيا بس حضرتك خلقانة بفرنسا. باريسية. باريس مدينة العشاء. الأنسة لميس كثير حنونة. من أمتى اجيتي على تركيا؟ من لما كنت صغيرة، أنا اجيت مع أمي لهون. تمام. لميس أكبر هدية بالنسبة لنا. مزبوط مزبوط. أمي أمنت علينا قبل ما تموت، علي وعلى مراد وعلى بابا كمان. كتير منيح. وين بدكم تقضوا شهر العسل؟ بكرة رح نطلع على سردينيا، أخذنا هنيك بيت بجنن، من جهة بيطلع البحر ومن جهة التانية بيطلع الغابة. بتمنى لكم التوفيق. ما بنعرف قديش رح يضلوا، هذا مرتبط بترميم البيت، ما رح يرجعوا لحتى يجهز. رح نضل 10 أيام ونكترت 15 حتى لو ما جهز البيت. لكن وين بدكم تسكنوا؟ إذا بدكم تقعدوا عنا بس ترجعوا لحتى نجهز حالنا. لا ماما، نحن حلينا الموضوع، نهاد استأجر لنا بيت. على ما يبدو فيروز خانو ما بتحب تستضيف حدا عندها بالبيت. لا يا روحي، مو هيك القصة. أكيد مو هيك القصة، بس مهند دائما بيحب يمزح بيك قعدات. سمعنا أنك تركت الشغل عدنان بيك وأنك بعت المجموعة بالكامل لحدا تاني. أبدا ما في هيك شي، بس أنا يمكن بالفترة الأخيرة بالغت بدوامي بالمعمل. من يوم ماتت ماما الله يرحمها سلمت الشغل للمدير العام بالمعمل، وبين فترة والتانية بيعمل جولة على الشركات. بابا مو حابب يقصر علينا بأي شيء. لازم تريحوا لأبوكم وما تحملوه فوق طاقته. شو رأيك بهالحكي عدنان بيك؟ أنا بشوف إن الواحد لازم يريح بين الفترة والتانية وينتبه لحاله، لأنه إذا عطى كل وقته للشغل والأولاد بخطير. بس نحن مبسوطين بوضعنا هيك. ما هيك بابا؟ مزبوط حياتي، ما بحب نقص على الأولاد شيء أبداً. شو بدي يصير لأبوكي بس تتجوزي؟ ما رح يحس بالوحدة بغيابك؟ ومين قالك أنا بدي أتزوج؟ أساساً ما عم فكر بهالموضوع. والله أنا بدي أتجوز. بس شوف الحلوين ما فيني أصبر. ما هو سهل. كتير طالعة حلوة بفستان العرس. تسلمي حبيبتي، عن جد كتير كنتي حلوة. شوفي نهال، هاي صورة كمان أبوكي طالع فيها. في إله صورة تانية؟ ما بقي غير صور مهند، ما ضل بنت إلا ورقص معها. قلت لحالي بلكي واحدة منهم تطلع نصيبي. الله يعينها يلي بدها تاخدك، كتير قلبي رح يوجعني عليها. هلأ الأراضي اللي ورا الفيلا كلها إلك؟ تقريبا. معناها الفيلا كتير أخدي مساحة. مزبوط. أنا رحت على بيتكم يلي بالجزيرة بس ما بتذكر إني إجيت لهون. صحيح، وقت كنتي مخلصة دراستك بأمريكا وراجعة جديد. عم بحكي شي غلط؟ أبدا. كانت سهرة كتير حلوة. عن جد حلوة. ما أحلاها هذيك البنت. أي بنت؟ سمار. سمار يا الله، لو بتصير ماتوا لمهند. عن جد والله، ليش مهند ما بيحط بباله؟ بلكي في وحدة تانية بحياته. مين مهند؟ قولي كم ألف وحدة بحياته. بس ممكن تكون سمار للزواج يعني. طيب شو عرفك إنه ما يكون في حدا بحياته لسمار؟ مزبوط، بنت حلوة مثلها مو معقول ما يكون بحياتها في حدا. آخ لو أني أكبر بشوي كمان. آخ بونوي مون أنفان. بونوي دموازيل لميس. Thank you.
Thank you.